مرحبا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يسعدني أن أسهم في المجالس القرآنية والعلمية التي تنظمها جمعية رياض القرآن التي تأسست من أجل خدمة القرآن الكريم من جميع جوانبه ومن كل نواحيه فيسعدني الإسلام مع هذه الجمعية المباركة القرآنية بحديث عن الاعجاز اعجاز القران الكريم والحقيقه في بدايه هذه الكلمه ان القران الكريم هو المعجزه الخالده هو المعجزه الخالده بحيث عندما نريد ان نتحدث عن اعجازه فليس هناك جانب واحد ولا منحا واحد للحديث عن إعجازه بل كل مناحيه وكل جوانبه فيها إعجاز بمعنى الكلمة وقبل الحديث عن ذلك لا بد من التذكير بأن القرآن الكريم هو الكتاب الخالد الذي ما أصابه أبدا شيء من التحريف ومن التصحيف والزيادة والنقصان وغير ذلك مما أصاب, مما أصاب الكتب الأخرى وهذا في حد ذاته نوع من الإعجاز القرآن الكريم هو خاصية هذه الأمة الإسلامية المحمدية فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في هذه الأمة يوم بعث وهي تتخبط في عمايتها وفي ضلالها وتتخبط في جاهليتها والقيم الاجتماعيه التي كانت تعتمدها في الحياه الاجتماعيه كلها منهاره وبعيده عن دين الله عز وجل ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبناها من جديد وأحكم هذا البناء البناء العقدي والبناء الخلقي وبناها أيضا من, من ناحية التشريع وإقامة النظم الراشدة لتسيير جوانب الحياة وكل ذلك كان بالقرآن الكريم فالقرآن إذن هو الذي به بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامه ونقلها وحولها مما كانت عليه من فوضى ومن وضع مضطرب ومن اختلافات وتمزقات وتصدعات كان بناؤها متشققا متصدعا فبناها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القران العظيم فكان البناء محكما قويا سديدا وبهذا البناء صيرها خير امه اخرجت للناس بشهاده رب العالمين كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اذا فسر هذا البناء ومصدر هذا الرقي والارتقاء انما هو كتاب الله عز وجل الذي انزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومنذ ان جاء هذا الكتاب وتركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقبلون عليه اهل العلم باختلاف درجاتهم ومستوياتهم وباختلاف مذاهبهم ومشاربهم ظلوا مقبلين على هذا الكتاب ويستنبطون منه ويغترفون من معينه ويقتبسون من أنواره ومنذ ذلك إلى الآن ولم تنفد كنوزه أبدا وهذا مظهر جيد وقوي من مظاهر إعجازه أيضا إذا فالقرآن الكريم هو كتاب الله الخالد ومعجزته الدائمه المستمره ويقول ربنا عز وجل وهو يعني يطمئننا ويؤكد لنا ان هذا القران سيبقى محفوظا بحفظ الله عز وجل له قال سبحانه وتعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وفعلا فقد حفظ هذا الذكر وهذا القران الكريم من جميع النواحي ومن كل الجوانب حفظ في نصوصه واياته وكلماته وحروفه فحاول المغرضون في في جميع من ال او في او في كثير من الازمان ومن الاماكن في في, في الارض حاولوا ان يحرفوا ان يحرفوه وان يغيروه وان يبدلوا وان يطمسوا منه معالمه فلم يفلحوا أبدا لأن الله تعالى هو الذي تكفل وتعهد بحفظه فأول جهة حفظ فيها حفظه في نصوصه وآياته وسوره وما إلى ذلك فلم يتسرب إليه الإفساد أبدا رغم وجود يعني عشرات او مئات من المحاولات على اختلاف الازمان وعلى اختلاف الاماكن والامصار وايضا هو قد حفظ بحفظ الله عز وجل له في معانيه وفي ما نستنبطه من احكام تضمنها وفي مقاصده وفي اسراره وكذلك في مواعظه ودروسه البالغه التي تربي الانسان السوي وتصوغ الانسان الراشد القويم الذي من مثله ينبني المجتمع الراشد اذا فهذا الحفظ كما انه كان على مستوى الالفاظ والجانب الخارجي او القالب جانب ما يسميه علماء الاعجاز بالنظم فهو ايضا محفوظ من جهه المعاني ومن جهه الاحكام ومن جهه ما فيه من مواعظ واخلاق واداب ودروس بالغات. محفوظ ايضا بكل ما جاء به من اخبار وقصص وعرض لتجارب الانبياء، هذه الثروه التي تنفع الناس لم يستطع احد ان يفندها ولا ان يبطل شيئا منها. ولا ان يدعي عدم صدقها في بعض ما جاءت به ولا ان يحرفها ايضا فلذلك فالله عز وجل حينما تعهد بحفظ القران فعلا حفظه سبحانه وتعالى من جميع الجوانب ومن كل انواع التحريف والتضليل والافساد وهذا الحفظ يعني مكن الله تعالى له أبو... فتح له أبوابا كثيرة فمن جملة ذلك أنه أعد له صدور الحفاظ وأوعية ال... 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 الحفظ في العلماء فالعلماء هم أوعية هذا القرآن وهم الذين تمكنوا من حفظه في صدورهم على مر الأزمان فلن تجد جيلا من الأجيال ولن تجد عقدا من العقود يخلو من حفاظ القرآن بحيث هم من الكثرة لا يستطيع عدهم ففي كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر نجد يعني أوعية وصدورا وقلوبا يعني تجمع القرآن الكريم وتحفظه عن ظهر قلب وهذا يعني من أهم الجوانب التي حفظ بها القرآن الكريم في نصوصه وكلماته الربانيه كذلك حفظ القران الكريم في معانيه واحكامه وآدابه واخلاقه ومواعظه وكل مضامينه ومحتوياته حفظ بالعلماء حفظ بان يعني استوعب العلماء ذلك ووزع فيهم ذلك كله فهم متكاملون فيه وفي تبليغه و في حفظ هذه المحتويات وهذه المضامين وهذه المعارف القرانيه، فاذا هذا نوع اخر من الحفظ الذي للذ هيأ الله له في كل زمان وفي كل مكان العلماء العلماء الابرار الاتقياء الذين يحافظون على ما امر الله تعالى ان يحفظ وان يبقى مستمرا فينا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإذا فهذا الحفظ الذي نتحدث عنه هو مظهر مهم قوي بارز من مظاهر إعجاز القرآن الكريم إذ لم يثبت في تاريخ البشرية أن هناك كتابا وأن هناك كلاما حفظ بهذه الكيفية الدائمة المستمرة إلى الآن فدل هذا على أن حفظ القرآن الكريم في يعني كل جوانبه إلى يومنا هذا، هذا في الحقيقة مظهر مهم ووجه عظيم من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ونحن نريد في هذه الكلمة أن نطل إطلالة وأن نقوم بنظرة أو بنظرات في قضيه الاعجاز التي يتصف بها القران الكريم لا نستطيع طبعا ان ناتي على كل ما يمكن ان يقال في الاعجاز وكل وجوهه وصوره وما الى ذلك ولكن على كل حال كما قلت نظرات يمكن ان ناخذ بها فكره عن شموليه الاعجاز في القران الكريم وعن ان لهذا الاعجاز وجوها ومظاهر كثيره وننطلق في ذلك من ان العلماء المتقدمين قد ادركوا اعجاز القران الكريم وتناولوه بكل انواعه واختص كل منهم في نوع من هذه الانواع وقد نصوا على ذلك عندما عرفوا القران الكريم يعني تعريفهم وحدهم للقران الكريم ضمنوه ما يدل على اعجازه الذي هو من 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 ابرز خصائصه خصائص القرآن الكريم ولذلك عندما عرفوا القرآن الكريم قالوا انه كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعناه المنقول الينا بالتواتر هذا التعريف الذي قدموه ليس يعني آه معنى هذا ان القران يحتاج الى ان يعرف ليس تعريفهم للقران ليس سببه هو ان القران مجهول لا ابدا ليس هذا هو الذي دعاهم وحدا بهم الى ان يعرفوا القران وانما السبب الحقيقي هو ان يرسموا في هذا التعريف مباحث ل آه الكلام عن القران الكريم وعن وجوه متعدده مما ينفعنا في القران الكريم فمن هذه المناحي ومن هذه الـ عن الـ عن الجوانب التي نصوا عليها في التعريف من اجل ان يبحثوا فيها وان يستفيضوا في الكلام فيها من هذه الجوانب الاعجاز الذي نصوا عليه عند قولهم في هذا التعريف المعجز بلفظه ومعناه فاذا هذا يدل على ان القران الكريم كما ادرك العلماء وكما اقر اهل العلم والفهم والادراك واهل المعارف كل هؤلاء ادركوا ان القران الكريم معجز بلفظه ومعناه وما معنى معجز؟ المقصود بانه معجز اي انه لا طاقه لاحد من الخلق من البشر ولا من غير البشر حتى من الجن. لا طاقه لاحد من من خلق الله عز وجل ان ياتي بمثل القران، ان ياتي بكلام في دقه القران وفي بلاغه القران وفي احكام القران من جميع الجوانب لا طاقه لاحد ان ياتي بكلام كالقرآن الكريم ولو بعشر سور منه ولو بصورة واحدة فلا يمكن لأحد على الإطلاق أن يأتي بشيء ولو قل من مثل القرآن الكريم لذلك فالقرآن الكريم تحدى العرب الذين كانوا هم أرباب البلاغة وهم الذين يمتلكون زمامها زمام اللغة العربية والمتصرفون فيها بكل أنواع وأفانين الأساليب ومع ذلك تحداهم القرآن الكريم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا وتحداهم بأن يأتوا بمثل يعني بعشر صور مثله ولو مفتريات ولو كانت هذه الصور مفتراة مكذوبة فعجزوا ثم تحداهم بأن يأتوا بصورة واحدة من مثله فعجزوا وهذا دليل قاطع واضح على انه اي القران من الله عز وجل. ما دام الخلق في جميع الازمان والاعصار قد عجزوا عن ان ياتوا بمثل القران ولو بشيء قليل منه فهذا دليل على انه كلام الله عز وجل وليس من كلام البشر. ليس من كلام حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه انما بلغ عن الله. وإلا فالقرآن هو كلام الله عز وجل إذا القرآن الكريم يعني في هذا التعريف الذي ذكرنا فيه جانبان أو خطان كبيران من خطوط الإعجاز جانب اللفظ وجانب المعنى المعجز بلفظه ومعناه بمعنى أن القرآن الكريم معجز من حيث لفظه ومعجز من حيث دلالته دلاله هذه الالفاظ على المعاني فمن حيث الالفاظ او ما يسميه علماء الاعجاز وعلماء البلاغه بالنظم من حيث النظم فهو معجز. تركيب القران وبلاغه القران واسلوب القران الى ما يتعلق بهذا الجانب الذي هو النظم القران فيه معجز. كذلك ايضا القران من حيث يعني دلالاته من حيث معانيه من حيث مضامينه ايضا هو معجز وكل من الاعجازين مستقل لان ليس هذا اعجازا واحدا بل هذا اعجاز وذلك اعجاز وهما معا موجودان في القران الكريم فاما الاعجاز الاول او الوجه الاول والمظهر الاول الذي هو اعجاز القران الكريم في نظمه اي في لغته واسلوبه وتركيبه وما يعني نلمسه في ذلك من بلاغه عاليه تسجد لها الجباه هذا هو الذي يسمونه بالاعجاز في النظم ويسمونه بالاعجاز البياني وتكلم عنه الكثير والفوا فيه الكثير وفي الحقيقه اذا اطلق الاعجاز فينصرف الى هذا الجانب والى هذا الشطر من اشطار الاعجاز، لان العرب الذين بعث اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كانوا اهل عربيه، يتقنون العربيه، كانوا يعني قمه في بلاغه اللغه العربيه، لا في شعرهم ولا في نثرهم، لا في قصائدهم ولا في خطبهم ولا في رسائلهم ولا فيما سوى ذلك من انواع واجناس كلامهم، فان. البلاغة العربية بلغت ذروتها في ذلك الوقت وفي الزمان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان من المناسب لإقناعهم أن يعني يأتيهم أو أن ينزل الله عز وجل على نبيه المبعوث إليهم أن ينزل عليه هذا الكتاب الذي لو حاولوا أن ينظموا مثله وأن يؤلفوا مثله فإنهم لا يستطيعون أبدا وفعلا فقد حاولوا وجاءوا بالصفات حاولوا وجاءوا بالهراء ولم يستطع أحد منهم حتى الذين كانوا يدعون النبوة كمسيلمة الكذاب ومن إليهم فلم يستطع أحد من أولئك ولو من بلغاء العرب وفصحائهم وأقويائهم في في يعني في, في في البلاغة والكلام لم يستطع أحد أن يأتي بمثل القرآن أبدا هذا إعجاز بياني اعجاز بلاغي اعجاز في جانب النظم حتى في مجرد يعني هم ينطقون بمثل تلك اللغه هم ينطقون باللغه العربيه لغتهم هي لغه القران الكريم فنفس الحروف نفس الكلمات نفس التركيب نفس يعني المنهج والملح في نظم الكلام ومع ذلك لم يستطيعوا ولذلك نجد ان القران الكريم أحيانا يعني يشير إلى هذا الجانب يشير إلى أن القرآن يتحداهم ويعجزهم مع أنه بنفس لغتهم التي ينطقون بها ويتحدثون بها وينظمون بها كلامهم وقصائدهم وخطبهم وما إلى ذلك فلذلك مثلا نجد أنه في الصورة الأولى بعد الفاتحة يقول ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الى اخره فمن التفسيرات التي فسرت بها هذه الحروف المقطعه التي بدات بها سوره البقره وايضا سور اخرى بمثل ذلك مما فسرت به هذه الحروف المقطعه وهذا المطلع في سوره البقره ان ذلك فيه اشاره وتنبيه الى ان هذا القرآن الذي اعجزكم ايها العرب ان ان تؤلفوا مثله انما هو من الف ولام وميم وغيرها من حروفكم التي بها تنطقون، فلم يأتي بحرف غير حروفكم ولم يأتي بكلام غير كلامكم، وهو يعني مبني على نفس القواعد التي تنظمون بها الكلام وتفهمون بها الكلام، راعى ما انتم عليه، راعى عاداتكم وراعى يعني جميع الأمور التي تعتمدونها في التفاهم بينكم بهذه اللغة التي تملكتموها وامتلكتم زمامها فما خرج عنها ولا خرج عن هذه الحروف ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله إذا فهذا إعجاز في النظم إعجاز في في نفس الكلام في نفس الحروف والكلمات والنصوص حتى من هذه الناحية لم يستطع أحد أن يضاهي القرآن وأن يأتي بشيء من مثله، دعك من المعاني والمضمون وما إلى ذلك، نقول إن هذا صعب عليهم ولكن حتى من حيث اللغة، حتى من حيث اللغة وهم أفصح العرب وهم أبلغ العرب وهم الذين قصدوا القصائد العصماء ومع ذلك لم يستطع أحد أن يأتي بشيء مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما تقرأه تقرا يعني سواء في ما يقص عليك من قصص الانبياء والمرسلين وتجاربهم مع اقوامهم واممهم او حينما تقرا الايات التي فيها تشريع احكام وتقرير احكام واداب واخلاق الى اخره يعني حينما تقرا شيئا من ذلك في اي صورة من الصور وفي أي مقطع من المقاطع فانك تجد الدقه التي لا نظير لها دقه في التصوير دقه في الكلام دقه في التعبير بحيث لا تجد المجازفه ولا تجد المبالغه ولا تجد ما تجده في كلام البشر من هنات وسقطات وما الى ذلك تجد الدقه وتجد فوق تلك الدقه حلاوه الذين يتذوقون اللغة وبلاغتها وأسرارها ومقاصدها يتذوقون علو منزلتها حينما يقرؤون القرآن يشعرون بحلاوة كلام القرآن بالإضافة إلى ما يلاحظونه من دقة التعبير بحيث يعني لا تستطيع أمام تلك الدقة إلا أن تطأطئ رأسك وتقول هذا كلام الله عز وجل اذ لا احد من البشر يستطيع ان يبقى في كلامه من اوله الى اخره ولا سيما اذا طال ان يبقى محافظا على الدقه ومحافظا على نفس المستوى كذلك ايضا أن يلاحظ الى جانب هذه الدقه التي لا يمكن ان توصف الا بانها دقه قرانيه دقه قرانيه مصدرها الله عز وجل الى جانب ذلك لن تجد يعني كل واحد هو يتحدى ان يجد في القران الكريم تناقضا او ان يجد في القران الكريم تعارضا او اختلافا او شيئا من هذا القبيل، لان الكلام الذي يكون فيه تناقض ويكون فيه تعارض انما هو كلام البشر، اما القران الكريم فليس فيه تناقض ابدا لانه من الله عز وجل ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى آه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والمراد بالاختلاف, بالاختلاف هنا التناقض واذا على اسلوب يعني المناطق ليس فيه اختلاف اذا هو من الله ما دمنا يعني لم نجد فيه اختلافا وهذا هو الواقع، هذا الذي أقره العلماء وخصوصا الذين تخصصوا في تفسير القرآن الكريم وإعجازه والوقوف على مظاهر هذا الإعجاز ودقة أسلوبه، قرروا أنه لا تناقض ولا تعارض ولا اختلاف في القرآن أبدا. ثم يجد كذلك القارئ لهذا القرآن الكريم الذي عنده زاد وبضاعة كافية من علوم اللغة العربية حتى يدرك قيمة هذه اللغة وبلاغتها وأسرارها يجد مثل هؤلاء العلماء في القرآن الكريم أنه منزه عن أن يشتبه مع الشعر أو مع أجناس كلام العرب من خطب ورسائل و ما الى ما الى ذلك وحتى الكلام المسجوع الذي كان للكهان وغيرهم كل هذه الاجناس من كلام العرب شعرا ونثرا لا يمكن ابدا ان تجد القران مشابها لذلك ابدا فالقران الكريم ليس بالشعر ولا بالخطب ولا بالسجع ولا بشيء مما كان العرب يتقنونه ويخرجونه للناس فهذا ايضا دليل على انه من عند الله عز وجل، بل حتى لو وقفت على الفاظه ومصطلحاته تجد ان العرب لا عهد لهم بها. فحينما تقرا يعني القران الكريم لا شك انك تمر بالفاظ لها وقع شديد على النفس وعلى الروح وعلى القلب، ولا يمكن لكلام العرب العادي ان ان يصل الى هذا المستوى وان يرتفع الى هذا المقام. وهناك مصطلحات خاصة بالقرآن الكريم لا تجدها في في غيره بل إن العرب يعني لم يكونوا يستعملون الفاظا جاء بها القرآن الكريم كلفظ السورة ولفظ الآية وما إلى ذلك فهذا على كل حال كله يدل على أن القرآن الكريم في نظمه وفي أسلوبه وفي نصوص ومعجز، حتى من أراد أن يؤلف كلاما يكون في بلاغة عالية كبلاغة القرآن فإنه يعجز أن يفعل ذلك. هذا باختصار عن المظهر الأول وعن الوجه الأول من وجوه الإعجاز وهو إعجاز اللفظ المعجز بلفظه وهو الإعجاز البياني أو الإعجاز في النظم. الوجه الثاني من وجوه الاعجاز هو الاعجاز في المضمون والمحتوى في المعاني وهذا فيه جزء مهم جدا لان هذا هذا الوجه وجه الاعجاز بالمعنى في الحقيقه فيه صور متعدده فيه وجوه متفرعه عن عن هذا الوجه الاعم الاوسع فمن ذلك يعني الاعجاز التشريعي ومن ذلك الاعجاز العلمي، وقد تجد وجوها اخرى ايضا كلها داخله في الاعجاز بالمعنى، بمعنى انك اذا نظرت الى القرآن الكريم من حيث ما يدل عليه من المعاني ومن القيم ومن الدلالات البالغات، فإنك تجده من هذه الناحيه ايضا معجزا، تجده معجزا اعجازا يعني يسكت الجميع. ف يعني من حيث الجانب التشريعي الذي هو جزء من الاعجاز في بالمعنى، جانب تشريعي نعني به ان القران الكريم نص على اصول التشريع، جاءنا باحكام هذه الشريعه الاسلاميه في اصولها ونص على كلياتها ثم جاءت السنه النبويه ففصلت وفسرت وبينت الى اخر ما هو معلوم اذا فالجانب التشريعي نجد اصول التشريع الاسلامي في القران الكريم ففي القران الكريم مثلا اصول العقيده الاسلاميه التي هي عقيده فطريه متناغمه مع فطره الانسان ومتناسبه مع عقله فالعقيده الاسلاميه يفهمها الجميع يفهمها العالم وغير العالم المثقف وغير المثقف الصغير والكبير النساء والرجال فالعقيده الاسلاميه المودعه في القران والتي نجدها يعني بشكل اكثر في صوره المكيه يعني هي في الحقيقه موضوعه بشكل لا يستطيع احد ان ياتي بمثله فالقران الكريم إذن جاءنا باحكام تتعلق بالعقيده جاءنا باحكام تتعلق بالعباده من صلاه وصيام وزكاه وحج وعن اسرار هذه العبادات ومقاصدها بشكل اعم وبشكل يعني مجمل ثم كذلك نص على كثير من احكام المعاملات واحكام تتعلق بالعلاقات الاجتماعيه وعلاقات المسلمين بغيرهم كل هذا موجود في 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 القران الكريم جاء القران الكريم كذلك بدستور الاخلاق بدستور اخلاق الاسلام ونص عليها بشكل مجمل وفي مواطن يعني كثيره فانت حينما تنظر الى هذا التشريع لا العقدي ولا العبادي ولا في النظم والعلاقات ولا في الاخلاق والقيم تجد ان هذه القيم التشريعيه يعني فريدة من نوعها لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء مثلها على الإطلاق ومن ناحية أخرى هذه القيم ظلت قيما صادقة قوية ثابتة إلى يومنا هذا لم يستطع أحد في ما مضى من الأزمان أن يقول لنا إن هذا النوع من الأخلاق لم يعد صالحا الآن أو إن هذا النوع من الأحكام لم يعد صالحا الآن أو ما إلى ذلك ف. ليس هناك في تشريع القرآن الكريم بكل جوانب التشريع، تشريع المتعلق بالعبادات، بالمعاملات، بالأخلاق، وقبل ذلك العقيده التي بثها القرآن الكريم وقررها، يعني وبنى عليها ما سواها، كل ذلك يدل على انه يعني عُرض وبسط على وجه يستحيل الإتيان بمثله، تستحيل مضاهاته. ومشابهته من الخلق ابدا. ولذلك فالقرآن الكريم كما تحدى العرب بأن يأتوا بمثله في النظم والاسلوب واللغه، تحداهم كذلك بأن يأتوا بمثله في المضمون، في المعاني، في دلالات القرآن الكريم. ومن من جمله ذلك قول ربنا عز وجل قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما. اتبعه ان كنتم صادقين فليس هناك اهدى من القران الكريم وهو اخر الكتب ولذلك هو ناسخ لما قبلها ومهيمن عليها وحتى الكتب التي كانت من قبله والذي هو ناسخ لها ومهيمن عليها لم يبقى في الوجود الان وفي الارض لم يبقى كتاب الا ودخله التحريف والتصحيف والتغيير والتبديل والنقص والزياده وما الى ذلك وخالد كتاب الله عز وجل القران على نفس ما نزل عليه بقي كما انزل الى يومنا هذا والى ان يرث الله الارض ومن عليها ثم اذا نظرت ايضا الى تشريع القران الكريم من زاويه اخرى تجد انه تشريع قراني رباني صالح لكل زمان ولكل مكان بل ولكل جنس بشري كل من يدخل في الاسلام يجد أن شريعة القرآن صالحة له مستوعبة لكل حاجته ولكل ما يعني يريده ويتساءل عنه في هذا الوجود سواء في جانب الاعتقاد أو العبادات أو المعاملات أو ما إلى ذلك فإذا القرآن الكريم شريعته التي ينص عليها أحكامه وقيمه التي ينص عليها كلها صالحه لجميع الازمان والاماكن والاجناس البشريه ويدل على ذلك ان كثير من الايات القرانيه منها على سبيل المثال قوله عز وجل وهو يتكلم لنا سبحانه وتعالى عن هذه الشريعه التي جاء بها عنه وبلغها عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت و يعني اكملت يقول ربنا عز وجل عنها يعني في اواخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اذا وصف هذه الشريعه التي جاءتنا عن طريق ما كان ينزل من القران الكريم ويفسره النبي صلى الله عليه وسلم باقواله وافعاله وكذلك باقراراته هذه الشريعة يخبرنا الحق عز وجل في هذه الآية أنها قد كملت وأتمت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والتمام المنصوص عليه في هذه الآية بعد الكمال التمام هنا هو الكمال مع الجمال يعني كمل وجمل وزين وحلي ب ما جعله في أعلى مقام فإذا هذه الشريعة التي نص عليها القرآن الكريم وصفها الله عز وجل بالكمال والتمام والشيء إذا كان تاما كاملا لا يعجزه أن يستوعب الأزمان والأماكن والأجناس فبصفته كاملا تاما بصفة تشريعه كاملا تاما يعني استطاع ان يستوعب التطورات التي يعني تحدث للناس، جميع ما يقع من تطورات في حياتنا الاجتماعيه وحياتنا الاسريه وفي تفكيرنا وفي يعني علاقاتنا وما الى ذلك، كل ما يجد في حياتنا وكل الوقائع والحوادث التي تتطور في حياتنا الفرديه والجماعيه، نجد القرآن الكريم مستوعب إياها عن طريق تشريعه القرآني المفصل المفسر في السنة النبوية، والعلماء ماذا فعلوا؟ إنما أقبلوا على هذا القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشارحة له والمفسرة والمفسرة له، فاغترفوا منهما وأخذوا من مضامينهما ما استطاعوا به أن يجد لجميع التطورات ولجميع الامور التي تجد احكامها الشرعيه، احكامها الشرعيه، لان اصول هذه الاحكام مودعه، مثبته في القران الكريم، القران الكريم لم يفصل الا في بعض الامور التي كان لا بد من التفصيل فيها، كمسائل في الزواج والطلاق مثلا، وفي بعض الامور كالصلاه وخصوصا في القبله التي كانت هناك ايات كثيره، فيها دروس بالغه عن القبله، يعني هناك موضوعات محدوده فصل فيها تفصيلا بينا وفيما سوى ذلك اهتم بالاصول، بالاصول بعرض الاحكام في اصولها وكلياتها وعموماتها لان السنه هي التي من وظيفتها التفصيل والتفسير والبيان. فاذا هذا يدل على ان القرآن الكريم من حيث مضمونه ومن حيث محتوياته ومن حيث ما دل عليه من تشريع وأحكام هو في هذه الناحية أيضا معجز أي إنسان وأي مخلوق كيفما كان يستطيع أن يأتي بكلام وأن يشرع للناس تشريعا ويكون بهذه المصداقية وبهذه الدقة وبهذه الصلاحية لكل زمان ومكان قد يجتمع مجموعة من العقول الفائقة والأدمغة العظيمة ويؤسسون قانونا أو دستورا أو شيئا من هذا القبيل لتنظيم أمور الناس في بعض الجوانب من حياتهم قد يستطيعون أن يأتوا بشيء جيد مفيد ولكن لا يستطيعون أن يكون هذا الشيء الذي جاءوا به يبقى صالحا لكل زمان و ولكل و... و... مكان، ولا يستطيعون ان يجعلوه صالحا لكل الاجناس البشريه. على خلاف ما نجده في القران الكريم من ان تشريعه ومن ان كل ما نص من الاحكام ومن القيم ومن الاداب والاخلاق وما الى ذلك هو صالح لان يستوعب حاجيات الناس وتطوراتهم وان يستوعب تنظيم علاقاتهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها دون ان يعجزه شيء من تطوراتهم ومما يجد من مسائلهم وقضاياهم ووقائعهم وحوادثهم، ثم من ناحيه اخرى القران الكريم فيه قسم كبير من القصص، قص علينا نبا المتقدمين الذين هم كانوا في الامم السابقه. قص علينا نبا الانبياء والمرسلين واقوامهم وبعض الوقائع الاخرى قصها علينا الحق سبحانه وتعالى من اجل الاتعاظ من اجل الاخذ العبره من اجل ايضا ان نستفيد من تجارب اولئك لان المنهج العام هو واحد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك واذا فهذه الاخبار التي جاء بها القران الكريم وهذه وهذا القصص القرآن الكريم من مظاهر الاعجاز ان هذا القسم من القران لم يستطع احد ان يكذبه ولا ان يقول ان القران اخطا هنا في هذا الخبر او في هذا الجانب من القصه او ما الى ذلك فهو ايضا يعني معجز فيما حكاه من الاخبار سواء عن الاخبار التي هي ماضيه قبل يعني نزول القران اي قبل يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته نبيا رسولا او في الازماء في نفس الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخبر القران الكريم بامور في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد صدقها الواقع وكذلك فيما هو متعلق بالمستقبل فقد اخبر القران الكريم عن امور ستقع يعني في المستقبل ووقعت كما كذلك ا م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد وقع فاذا حتى جانب الاخبار وجانب يعني القصص القراني فالى الى يعني الى جانب كونه معجز في الفاظ وصيغ هذا الاخبار وصياغه هذا الاخبار فهو معجز كذلك في مضمون هذه الاخبار وفي مضمون هذا القصص ولا يستطيع احد ان يفند شيئا من ذلك على الاطلاق. اذا هذا هذا باختصار يعني الاعجاز التشريعي وبصفه عامه الاعجاز من حيث المعنى، الاعجاز بالمعنى لان العلماء نصوا على هذا الاعجاز في التعريف السابق الذي قالوا فيه المعجز بلفظه ومعناه. فلن يستطيع احد ان ياتي بمثل القران في يعني يعني لغته ولا في مضامينه وفي معانيه ومحتوياته بما في ذلك المضامين التشريعيه وهو الذي قلنا يعني يمكن تسميته بالاعجاز التشريعي والاطار العام هو الاعجاز المعنوي ويدخل في هذا النوع من اعجاز المعنى الاعجاز العلمي الاعجاز العلمي فانت اذا نظرت الى القران الكريم فيما تحدث فيه عن السماوات وعن الارض وعن النجوم وعن الكواكب والبحار والشمس والقمر والرياح وما الى ذلك ستجد هناك يعني اشارات تستلبطها ان كانت لك بضاعه في في هذه المعارف وفي هذا النوع من العلوم تستطيع ان تجد حقائق علميه لا يمكن للعلم مهما تقدم أن يفندها فتستطيع أن تجد يعني شكل الأرض مشارا إليه ليس بالقصد والأصالة وإنما عن طريق الإشارة والأرض بعد ذلك دحاها وكذلك يعني وأرسل الرياح لواقح وأمور كثيرة من هذا القبيل تستطيع أن تسجد للقرآن الكريم وإعجازه العلمي عندما تجد أن العلم بعد مروره بازمان كثيره وحقب عديده يصل الى حقيقه علميه عن طريق مجموعه من العلماء والذين درسوا واختبروا وجربوا ففي النهايه يصلون الى حقيقه قد نجدها في القران الكريم عن طريق الاشاره فقط لان القران الكريم انما هو كتاب هدايه وكتاب تشريع وليس كتاب يعني بسط المسائل العلميه بهذه الكيفيه المباشره لا ابدا ولكن الذين يقرؤون ويتمعنون ويتدبرون فانهم يستنبطون من كنوزه اشياء كثيره هذا منها ونستطيع ان نخلص الى ان القران الكريم معجز من جميع الجوانب ما علمنا منها وما لم نعلم وفي القران الكريم آية تثبت وتقرر هذا الاعجاز العام، اي من جميع النواحي، ليس فقط من الناحية البيانية البلاغية ومن الناحية التشريعية ومن الناحية العلمية وما الى ذلك فقط، بل من حتى من النواحي التي لم تكتشف بعد، ولذلك يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أيات بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني لو ان الانس كلهم يجتمعون ومعهم الجن كلهم يجتمعون وكلهم يعين بعضهم بعضا بحيث يعني كانما هم صدر واحد وقلب واحد ووعاء وفكر وعقل واحد لو جمعت هؤلاء من اول يعني من اولهم الى اخرهم في عقل واحد وفكر واحد لأجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلن يستطيعوا وجاءت الآية الكريمة بما يدل على العموم أي أن هذا الإعجاز هو عام في جميع جوانب القرآن الكريم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولذلك ما أحوجنا ونحن يعني نقف على عظمة القرآن الكريم وعلى إعجازه ومظاهر كثيرة لهذا الإعجاز ووجوه عديدة لهذا الإعجاز ما أحوجنا أن نقدره أو إلى أن نقدره حق قدره ما دام القرآن هكذا بهذه العظمة الربانية لأنه من الله فلا يصدر أو فلا يكون يعني الكلام عظيما إلا إذا كان المتكلم به عظيما هذا كلام الله هذا كلام الله عز وجل وليس كلام غيره ولذلك ينبغي على المسلمين ان يستشعروا عظمه القران الكريم وان يسجدوا له والسجود له هو الالتزام باحكامه وشرائعه والالتزام بقيمه وبكل ما جاء به من الاخلاق الساميه ومن المبادئ العاليه و من القيم التربويه يجب على المسلم ان يلتزم بشريعه هذا القران وباحكامه لانه لا يستطيع احد ولن يستطيع ان ياتي بمثل القران فهذا دليل قاطع ودليل ساطع على انه من الله فما دام الامر كذلك فما يسعنا الا ان نستجيب وان نؤمن وما يسعنا الا ان نعمل بهذا القران وبشريعته واحكامه، وان لم نفعل فنحن اذا لم نقدره حق قدره. والامه الاسلاميه يوم كانت يعني تعيش مجدها وعظمتها الانسانيه ودخلت التاريخ من ابوابه، وسجلت فيه الحضاره الراقيه، يوم كانت الامه هكذا. يوم كانت خير امه اخرجت للناس، ويوم كانت مهيبه بين الامم، وكانت لها الرياده والسياده بين الامم، انما كان لها ذلك كله بالقران الكريم. فان هي عادت الى القران الكريم عوده حقيقيه وعوده راشده، بحيث تنطلق في امرها كله من القران الكريم وشريعه القران المفسره والمفصله في السنه النبويه، فانها ستعود الى ما كانت عليه تجدد يعني تاريخها وحضارتها ومجدها فلا مجد لهذه الامه ولا آه يعني رقي لهذه الامه الا اذا رجعت الى كتابها لانه لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وانما صلح اول هذه الامه بالقران العظيم وبسنة رسوله صلى الله و... رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وظيفتها بيان القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم إذا فهذه فرصة لأننا الآن في خ... في ختام شهر رمضان الذي هو شهر للقرآن فيه نزل القرآن الكريم أول ما بدأ نزول القرآن الكريم بدأ في هذا الشهر وبالضبط في ليله من لياليه هي ليله القدر التي هي في العشر الاواخر منه واذا فهذا شهر القران ونحن نوشك ان نودعه فينبغي ان لا ينسالخ ويولي عنا ويودعنا الا وقد وضعنا ايدينا على درس بليغ لا ننساه ويجب الا ننساه وهو التمسك بالقران الكريم والعوده اليه والاصطلاح معه وتجديد الصلة وتعميقها به فلا خير إلا في ذلك ولا نجاح إلا في ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين